سارة؟ أيوة يا سيدي سارة، مراتك عايزة تخسرني خطيبي. تكونش كانت حاطة عينها عليه هو كمان؟ احترمي نفسك ولمي لسانك بدل ما امسح بيك الأرض. خليها هي اللي تحترم نفسها، دي بتقوله اللي كان في بيني وبينك حاجات وحشة، ومش انت بس، انت ونبيل كمان. سارة مش ممكن تعمل كده. ورامي ما بيكدبش، وانت عارف كويس قوي يا يحيى، وين هيتبلى عليها ليه؟ ايه اللي يخلي سارة تقول كلام فاضي زي ده؟ يمكن كانت عايزة ترجعه الشركة؟ ولا يمكن صعبت عليها المسكينة ياسمين لما عرفت انها لحد النهاردة لسه واقعة في غرامك؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ ده اللي انا فهمته من رامي يا يحيى بيه، وده اللي خلاه يسيب خطيبته ويخطبني انا لما عرف ان انا فعلا بحبه بجد. لا انت فاهمة حاجة ولا رامي فاهم حاجة، بس انتوا الاتنين لايقين على بعض. لعلمك بقى رامي فاهم كويس قوي، انت بس اللي مش عاوز تصدق انه فاهم كل حاجة. بقول لك ايه يا يحيى؟ قول لمراتك تبعد عني احسن لها، والا والله العظيم ما هتفرح باللي في بطنها. انت مجنونة؟ انت دريانة باللي انت بتقوليه؟ انا في منتهى العقل يا يحيى، مراتك لو ما بعدتش عني وفكرت تخسرني خطيبي هتخسر حياتها كلها. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.